والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا سحر نادي، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من سلسلة رؤى على طريق التنمية. جاء العدد الجديد بعنوان حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الهدف الرئيس لذلك العدد هو تحليل الحزم التحفيزية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين في ضوء بعض التجارب الدولية للوصول لأهم الدروس المستفادة وحلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بواقع 308 ألف طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة. أوضح البيان أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركة أباتشي الأمريكية شريك هام لقطاع البترول، لافتا إلى وجود تنسيق ورؤية مشتركة مع الشركة للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الأبار. جاء ذلك خلال لقاء الملا مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية وديفيد شي رئيس أباتشي مصر. وخلال اللقاء أكد الملا أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط رغم مخاوف من قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك بلس واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطاتها. وارتفعت العقود لأجل اللخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 74 دولار و56 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود لأجل اللخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 54% لتصل إلى 70 دولار و42 سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 51% لتصل إلى دولارين و31 سنت للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.31% لتسجل نحو دولارين و34 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام في مايو وفقا لبيانات من شركتين متخصصتين في رصد الشحنات. يأتي هذا التراجع في ظل تأثير خفض طوعي للإنتاج تعهدت به المملكة ومنتجون آخرون في أوبك بلس بعد قفزة في أبريل. أظهرت البيانات أن أكبر منتج في أوبك رفع صادرات الخام في أبريل بواقع 470 ألف برميل يوميا عن مارس. صعدت الأسهم الأوروبية فيما يقيم المستثمرون الضبابية المحيطة بمحادثات سقف الدين الأمريكي والانتخابات في تركيا، كما يحللون بيانات بحثا عن أدلة على حالة الاقتصاد العالمي. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع نسبته 0.3% بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة. كما ارتفعت أسهم البنوك بوجه عام. وفي المقابل انخفض الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو أكثر بكثير مما كان متوقعا في مارس. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ويوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل.